السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر سليم، وهنبدأ نشوف مع بعض الجلوبال بارامتر، وده بارامتر بنقدر نستخدمه جوه المشروع. يعني هاجي هنا اركتكشر واقول له وول، واقول له ان انا مثلا عايز ارسم بعض الحوائط، وعايز ابدأ اخلي فيه بارامتر خاص للمسافة بين الباب واقرب حيطة ليه. طيب لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز احط الباب، انا عايز بقى يبقى فيه المسافة بين الباب والحيطة ثابتة في المشروع ككل، ولو اي باب الحيطة اللي جنبيه اتحركت هو كمان يتحرك معايا. طيب هاجي هنا بقى للمانج واقول له جلوبال بارامتر، واقول له ان انا عايز اضيف بارامتر اسمه دور وكوماند لينس دايمنشن. ممكن اضيف بارامتر تاني اي نوع، ممكن اقول له مثلا ماتيريال، واروح قايل له هنا كومن وده نوع ماتيريال وده كذا. اوكي تمام. ممكن نحدد الماتيريال، ممكن نقول له خلي ديت تبقى مثلا 5، والماتيريال ديت كاربت. طيب تعالى مثلا نشوف هنا، ممكن اعمل سيلكت هنا واقول الديمشن ده انا عايزه. طيب الحته الزيت دي انا مش عايزها، تمام. فممكن اقول له ايه اديت. طيب دي ممكن اقول له بقى خليها القيمه ديت، الباب ده ممكن يكون كده مثلا، خلي الباب دوت البارامتر بتاعه بدور يبقى 5. طب ودوت برضو نفس الفكره، اقول له ان انا عايز اعمل ايديت تشيل الدايمنشن الزياده دوت، ودي انا عايز اخلي القيمه بتاعتها ب5. خلاص بقت 5. طيب لو الباب ده اتحرك هيتحرك معاه بالشكل دوت. طيب دوت برضه نفس الفكرة، تمام. طيب هاجي هنا اقول له edit عشان يبقى من ناحية واحدة، ده ماشي يبقى سهل التحكم فيه، واقول له خلي ده بكام؟ ب5. طب انا عايز اقيس من هنا. طيب ممكن تيجي على الدايمنشن دوت تسحب من هنا لهنا بقى مرتبط بدي، ودي نفس القيمة تخليها مثلا 5، تمام. بيقول لك الغي الارتباط اللي فات، طب تعمل من نص الباب لهنا، او ان انا اقول له من مانج اقول له لما تيجي تعمل لي التمبرر دايمنشن بالنسبه للدور اند ويندو اعملها من الاوبننج مش من السنتر لاين، تمام. معنى كده ان انا لما اجي هنا المفروض اعملها من الاوبننج. طب خلينا نخش تاني تمبرر دايمنشن يعملها من الاوبننج، تمام. طيب اهي ماشي، دي بقت ثابتة اهي. طيب ممكن اجي كده اعلي على دوت واقول له ده انا عايزه يبقى كام؟ يبقى الدور. طبعا المفروض ان انا اغير الرقم واخليه مثلا 2، لان انا بقيت اقيس من الناحية دي مش من السنتر لاين. فممكن تيجي في مانج اي لحظة جلوبال بارامتر وتغير القيمة. طيب خلينا